السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم في وصفة جديدة وفي يوم جديد، ونتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. الوصفة ديال اليوم هي فطائر بتقديم وبشكل جديد. اللي غادي نحتاجه في هاد الوصفة ديالنا، هنا درت 350 غرام ديال الدقيق الأبيض الفورس، ما مقدار جوج الكيسان ونص عنبة ديال الدقيق، ملعقة كبيرة خميرة فورية، ثلاثة ديال المعالق سكر سنيدة خشن، كأس حليب مقدار كأس عنبة دافئ، قبصة ملح، كيس فانيلا، وجوج المعالق كبار ديال الزبدة، وهذا البيض الأصفر البيض للتزيين، وهذا باش غادي نهيئوا الوصفة ونلصقوا الكويرات ديالنا. على بركة الله ندوزو لتهيئ الوصفة. في إناء ديال التحضير غادي نوضع الخميرة، سكر سنيدة خشن، ونضيف عليهم الكأس ديال الحليب، ونخلي هذا الخليط يتجانس مع بعضياته واحد المدة ديال 5 ديال الدقائق، وعاد نديرو التتمة ديال الوصفة. طبعا نغطيه ونخليه يرتاح. ها هي الخميرة ديالنا اللي تفاعلات كيفما تلاحظوا. دابا غادي نزيد قبصة ملح، نزيد كيس الفاني، ونضيف الزبدة كيفما تلاحظوا. نحرك العناصر مزيان، ونبدا نضيف الطحين. الطحين غادي نعبرو بالكاس باش نشوف شحال غادي يدخل ليا. الله، ها هو هنا كاس عنبه، نزيد الكاس الاخر، ونبقى نحرك حتى يتجمع ليا هاد الطحين، ونشوف واش غادي نزيد مازال ولا لا. المهم انا كيف ما قلت هنا 350، يعني مقدار جوج الكيسان ونص ديال الطحين كيف ما تلاحظوا. المهم راني ضفت نصف الكاس الثاني ديال الدقيق، يعني هاد الخليط دخل ليا جوج الكيسان ونص ديال الطحين. دابا غادي نحيد المعلقه ونكمل العجن بهذه الديه، تجمع ليا العجين بهذا الشكل كيف ما تلاحظ. اخوات، ها هو العجين. المهم للاشاره، فاش تبغيو تزيدوا نص الكاس الثاني زيدوا بشويه بشويه، حيت كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين الدقيق لا، يعني خذوا الاحتياط ديالكم وانتم تزيدوا في الدقيق. في نهايه الامر خصكم تحصلوا على عجين يكون لين وما يكونش قاصح بزاف بهذا الشكل بحال هكا. هذا هو القوام النهائي ديال العجين ديالي. دابا غادي نبدا نشكل فيه كيف ما تلاحظوا. غادي نديرو بهذه الطريقه بحال هكا، ونقطعو حجم صغير على شكل كويرات كيف ما تشاهدوا. المهم الكويره غادي يكون فيها مقدار ديال 10 حتى 14 غرام. نبقاو غاديين بهذا الشكل بحال هكا تنساليو تقطع العجين ديالنا. ملي قطعنا العجين ديالنا بهذا الشكل كيف ما تلاحظوا، طريفات غير صغار، تنبداو نشكلوهم باش نصوبو بهم كويرات في هذا الحجم بحال هكا كيف ما تلاحظوا. تنديرو بحال هكا وندوروهم باش تخرج لينا كويره كيف ما قلت لكم فيها 10 حتى 14 غرام. تنشكلوها بهذا الشكل وتنحطوها مره اخرى. هنا شكلت الكرات. غادي نجيب لاطا اللي درت فيها ورق الطبخ بابي كويسون، وغادي نبدا نشكل الفطيرات ديالي بهذا الشكل بحال هكا.
ونحاولوا نلاصقوا وحده مع وحده بهذا الشكل. صراحه تيجيو زوينين وتيجيو هشاش، وفاش دير نخرجوهم من الفران يمكن لينا هذيك الساعه نزينوهم باي طريقه بغينا. كيف ما ستلاحظوا غادي نخليوهم طبعا يخمروا، وهما فاش غيخمروا راه غيتماسكوا اكثر مع بعضياتهم بهذا الشكل بحال هكا. داكشي علاش تنخليو فراغ ما بين وحده والاخرى كيف ما ستلاحظوا بهذا الشكل بحال هكا. المهم انا غادي نقدم لكم جوج ديال الطرق ديال الطهي ديالهم، كاينه الطريقه ديال الفران والطريقه الثانيه هي اللي غادي نشوف معكم مازال. دونك تنديروا لهم بحال هكا، غادي نخليوهم يخمروا واحد المده ديال 30 دقيقه، ومن بعد عاد ندهنوهم بصفر البيض، ندردرو عليهم شويه ديال الزنجلان وندخلهم الفران. غادي نغطي العجين ديالي وغادي نخليهم يخمروا ونغطيهم بمنديل مده ديال 30 دقيقه كيف ما تلاحظوا. الاخوات الطريقه الثانيه باش غادي نطهي هذا العجين هو اني غادي نقليهم في الزيت كيف ما تنقليو لي بانيي. غادي نصاوبهم بنفس الشكل باش صاوبت هذوك اللي غادي ندخل الفران. اللي غادي نحتاج دابا غادي نحتاج بابي كويسون ولا ورق الطبخ مقطع بهذا الشكل بحال هكا مربع، وغادي نحتاج البيض البيض باش غادي نلصق هذوك الكويرات. غادي نبدا بهذا الشكل بحال هكا، ندهن الكويرات من الجنب باش يلصقوا ليا، باش فاش نديرهم يتقلاو ما يتحلوش ليا اثناء الطهي، ونحاول نلصقهم كيف ما تلاحظوا بهذا الشكل بحال هكا. تنحصلوا على هذا الشكل بحال هكا. ها هو الشكل النهائي ملي درتهم في البابي وحطيتهم. نخليهم يخمروا واحد المده ديال 30 دقيقه قبل ما ندوز نقليهم في الزيت. غنغطيهم ونخليهم يخمروا. الاخوات ها هما الخبيزات، الفطائر ديالنا خمروا. غادي ناخذ البيض اللي زدت عليه شويه ديال الخل الاصفر البيض، وغادي نقوم بالدهن ديالهم قبل ما ندخلهم للفران كيف ما تلاحظوا بهذه الطريقه بحال هكا. وغادي ندير عليهم شويه ديال الزنجلان اللي منقي ومحمر طبعا. ها هو الشكل ديالهم. دابا انا راني دايره الفران تيسخن على درجه حراره 180، غادي ندخلهم الجهد اللي غادي يطيبوا في الفران المده ديال 20 25 دقيقه. غادي نشعل عليهم كيف العاده من التحت، وفاش نحس بهم الجوع عاد نشعل عليهم باش يتحمروا من الفوق. نتلاقاو لتتمه طهي بقيه الفطائر ديالنا. ها الفطائر الثانيين ديالنا اللي غادي نقليو في الزيت ها هما خمروا. الزيت ها هي سخنات، ودابا غادي نبدا نقوم بالطهي ديالهم. تنهز العجين بالورق كامل وتنحطه في المقله بهذه الطريقه بحال هكا كيف ما تلاحظوا. تنحس بها العجينه بدات شويه يدخلها شدات في راسها في الطياب، وتنسحب الورق بهذه الطريقه بحال هكا وتنحيد كيف ما تلاحظوا. تنحركوهم باش ما يتحركوش لينا من التحت بهذا الشكل، تيجيو على الشكل ديال لي باني. يشد فيهم الطياب شويه من التحت ونحاول نقلب. بهذه الطريقه هذه
حركوهم شويه باش ما يجوناش محرقين. نرمي عاود واحده اخرى ونحيد هذه اللي تحمرات بهذا الشكل بحال هكا كيف ما تلاحظوا، ونجيب اناء اللي فيه ورق اللي تيشرب الزيت ونحطو بهذا الشكل بحال هكا. نحيد الورق بهذه الطريقة بحال هكا، الصراحة تيجيو هشاش وتيجيو رطبين وتيعجبو الوليدات، خصوصا لا فاش تنزينوهم تيعجبوهم بزاف. هما الفطائر ديالنا ملي قليناهم. دابا تتبقى الطريقة ديال التزيين اختيارية، المهم انا اختاريت هنايا 4 ديال الاشكال ديال التزيين. غادي ندير العسل بهذا الشكل بحال هكا، طوف الطبسيل شويه باقي سخان بحال هكا، ندير عليهم الكوك بهذا الشكل بحال هكا. صراحه المذاق ديال الكوك تيجي معاهم زوين بهذا الشكل بحال هكا. الشكل الثاني ناخذ شوكولا بهذا الشكل بحال هكا، نديروا عليهم اللوز بهذا الشكل بحال هكا. صراحة تيعجبوا الوليدات، وكيف ما غادي تلاحظوا تيجيو مفشفشين وما معجنينش وزوينين. عاوتاني ندير واحده اخرى ديال العسل كيف ما تلاحظوا، مع تيكونوا سخان العسل راه دغيا تيدوب فوقهم. المهم انا العسل ما درت عليه حتى اضافه اخرى، مازال نديروا عليهم شوكولا فيرنيسيل. مهم هذا الخطر الوليدات في الطابله ديال مائده الافطار بهذا الشكل بحال هكا. حبيباتي ها هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا، هادو اللي قلينا في الزيت، ها نتوما كيفاش تيجيو هشاش العجين من الداخل خامرين وما معجنينش، وصراحه تيجيو لذاد. هادو اللي طايبين في الزيت، هادو اللي طايبين في الفران، ها نتوما تيجيو بحال الشكل ديال القريشلات، ونفس الشيء حتى هما تيجيو رطبين وتيجيو هشاش. نفرحوا بهم الوليدات ديالنا في مائده الافطار، ونشاركوهم مجموعين مع العائله ديالنا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتلايكيو وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا، والى اللقاء في وصفه وفيديو قادم ان شاء الله. تحياتي.